عودة لحضراتكم مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس مرة تانية، ولسه بنستكمل معاكم باقي فقرتنا في صباح اون تايم من داخل مدينة العالمين الجديدة، وبنستمتع وبنسعد مع حضراتكم بكل تفصيلة وبكل الأجواء وبانطلاق فعاليات المهرجان، مهرجان العالمين الجديدة الثانية. ومنورنا دلوقتي الأستاذة رشا توفيق رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المسؤولة عن تنظيم بعض الفعاليات خلال مهرجان العالمين الجديدة. بنرحب بك يا أستاذة رشا، صباح الفل عليكي. صباح الفل من مدينة السحر. صباح الفل عليكي وعلى كل الموجودين، أهلا بيكي. أهلا بيكي، سعداء جدا بوجودك معانا ومنورنا النهاردة في صباح أنصار. ميرسي، ده نورك والله، يا ربنا يخليكي. طبعا شغل وجهد كبير جدا استمتعنا بيه وشفناه على مدار 4 سنوات عشان نقعد القعدة دي. صح، في وسط السحر والجمال والمباني الخلابة الرائعة اللي اتكلمت على كل تفصيلة فيها، على كل المنظمين، الناس اللي اشتغلت وتعبت، الناس اللي فعلا خططت صح علشان نطلع المشهد بالصورة دي، بالصورة المتكاملة اللي تليق باسم المصريين. كل صح. واحد لازم يفخر ويسعد ان في حاجة بالجمال ده في بلده. صح جدا. وانه يكون عارف انها بيته، يقدر يجي ويستمتع بيها في أي وقت. صح. اتكلمت على حاجات كتير جدا بخصوص فعاليات المهرجان، عايزينك تكلمينا أكتر وتعرفينا الجوانب بقى الخاصة بالتنظيم، وكمان إنه يكون في إكسبيرينس. طبعا إحنا عارفين إن حضرتك عندك إكسبيرينس في فكرة إن أكون بروفيشنال إزاي في الجانب الخاص بالتسويق، إن أنا أسوق إزاي وأقدم المنتج ده إزاي. أنا بعتبر إن إحنا قاعدين في مكان هو منتج، برودكت بتقدميه للناس بشكل حقيقي صحيح، بتنقلي الصورة الواقعية للشيء ده. صح. بصي، طبعا هو بالنسبة للمهرجان السنة دي انا شايفة انه السنة الفات كان ناجح جدا، بس انا توقعاتي ان شاء الله انه هو هيبقى السنة دي كمان اكبر وانجح بكتير، لاسباب لو هنتكلم على جميع المجالات ففي جزئيات جديدة دخلت، زي مثلا مهرجان نبتة بتاع الاطفال. طبعا ده ما كانش موجود السنة اللي فاتت، فدي حاجة حلوة ان احنا من السنة اللي فاتت للسنة دي بنشوف ايه اللي ما كانش موجود وبنزوده، بنحطه زيادة، ودي حاجة حلوة قوي. وانا شايفة ان فكرة الاطفال، المهرجان بتاع نبتة بتاع الاطفال دي فكرة حلوة قوي، فيها ورش، فيها مسارح، فيها حاجات هتخلي برضو ان كل اللي جايين، الزوار اللي جايين للعالمين هنا، يعني كل الافراد العيله هتستمتع، كبار صغيرين كله، يعني على جميع الاعمار. فدي جزء. الجزء الثاني اللي هو انا اعتبر يعني ماسكه فيه حته اللي هو الجزء الرياضي. عايزين بقى نعرف الجزء الرياضي، ما ان احنا على شاشه اون تايم سبورت بنهتم بكل الجوانب الخاصه بالرياضه وكواليس الرياضه. محضرين ايه؟ محضرين ايه؟ بصي، اولا في المكان بتاع السبورتس اريا دوت في ملاعب كتير قوي. في البادل، في الباسكت، في البيتش فولي، في البيتش سوكر، غير طبعا حاجات تانية، فايبس، سامر فايبس هتتعمل برضو كده. فكل جزء من كل رياضة من الرياضات دي عاملة ايفنت في ايام مختلفة، كلنا متفقين مع بعض برضو ان احنا يعني على اساس ان كل لعبة تعمل الايفنت بتاعها على مدار الصيف كله. انا شخصيا مسؤولة عن البيتش فولي. ده امبارح استمتعنا ب ايوه شفتي قويه قوي، كنا لسه بنشوف التقرير. لا فعلا امبارح كان يوم جميل جدا، وده اول يوم، وبجد الواحد تفائل قوي لان اول يوم طلع. هو دايما اول يوم بيبقى الواحد عنده رهبه طبعا وخايف وتوتر، ما اقدرش اقول لك ان التوتر مش موجود لغايه دلوقتي، هو هيفضل موجود لغايه اخر الصيف. أكيد. لكن الطلعه الاولانيه بتفرق قوي. فامبارح كان يوم جميل جدا جدا جدا، وكان في عدد من الناس في الاول كده ما كانش في حد. بعدين هو ايه، فين الناس ده كانوا جايين؟ بعدين فجأة الحمد لله يعني ناس كتير جات واستمتعت. قعدنا لغاية الساعة يمكن 7 أو 7:30 واحنا شغالين في الماتشات وتقديم بعد كده الهدايا في الاخر. فدي كانت اول حاجة امبارح. مش ساكتين على كده، ان شاء الله يوم 26/7 في بطولة بيتش فولي تاني. هو البيتش فولي برضو لعبة صيفية طبعا، وكل الناس بتحب تلعبها، وحلاوتها انك انت مش مقيدة بسن.
صحيح. ويعني سن صغير. احنا بنشوف دايما في اي اوتيل او لما الاسره بتسافر عشان تستمتع بالاجازه الخاصه بيها، البيتش فولي هو اساسي متواجد في اي فندق. بالظبط بالظبط. ولو ما عندكيش الاكسبيرينس زي ما حضرتك بتقولي، او حتى مش بتمارسي الرياضه دي، بتلعبيها. هي كده، هي فن، هي لعبه فن، يعني هي فعلا لعبه فن زي ما حضرتك بتقولي. صباعي اتكسر، صباعي اتكسر. بالظبط كده بقى. اي معلش حطي تلج عادي وهتبقى كويس. وكمل. عادي. لا وبعدين لما توعي مش هيجرى لك حاجه، ما انت بتوعي على رمل يعني. بالظبط. فهي لعبه جميله جدا وبتجمع الناس، ودي حاجه حلوه في المهرجان. صحيح. انت عايزه تعملي في المهرجان حاجه تجمع الناس كلها، مش سيكتور واحد، مش رجاله بس، مش ستات بس، مش اطفال بس، لا انت كده هتجمعي كل العيله. هل ممكن يبقى في افكار؟ لما بقول افكار لاني عارفه ان انتم محضرين حاجات في الكواليس لسه ما اعلنتوش عنها. هل ممكن نشوف نجوم الفولي بول من الانديه بيتم استضافتهم؟ دي حقيقه. شفتي انا بفكر معاكم. لا هو ده فعلا حقيقه. تم استضافتهم من الانديه وييجوا على هامش المهرجان، ويكونوا طبعا سواء كل رياضه بقى، يعني لو رياضه الفولي يكون النجوم والابطال في الانديه. لا هم في فعلا في البطوله بتاعه 2/8 دي هتبقى بطوله كبيره، لان احنا عاملين 2 في 1. يعني ايه 2 في 1؟ عاملين واحده للبروفيشنالز وواحده للفاميليز او الاماترز، عشان لو دول لعبوا دول هيحصل احباط يعني، ودول من حقهم يلعبوا وينبسطوا، ودول من حقهم يلعبوا وينبسطوا. فهنعمل الاثنين في نفس الوقت. البطوله دي اقدر اقول لك ان هيبقى فيها اقبال وهيبقى فيها فعلا سيلبريتيز في من كره الطايره. هيل. ان شاء الله. هيل. يعني مش عارفه اقول ولا ما اقولش. لا نقول، لانه كمان الكره الشاطئيه على الاخص شايفين نجوم كتير قوي. احنا عندنا نجوم بقوا بيمثلوا منتخبنا المصري في الكره الشاطئيه، عندنا نجم من نجوم كره القدم وبقى متواجد في الكره الشاطئيه طبعا الكابتن حسام باولو بقى من المتالقين، وغيره وغيره من النجوم اللي بقوا متالقين في الكره الشاطئيه وبيمثلوا مصر في بطولات. فهل هيكون في ان شاء الله في البطوله بتاعه 2/8 هيكون معانا احمد صلاح وعبد الله عبد السلام. هايل. طبعا دول النادي الاهلي منتخب مصر رانكت عالميا، كانوا محترفين في روسيا وايطاليا، فدول هيبقوا موجودين معانا. غير في نوادي مشتركه كتير، نادي الجيش، الزمالك، المقاولين، في يعني في نوادي كتير مشاركه. والبطوله مش هتقف عند هنا بس، لان زي ما قلنا المهرجان في كده بوند حاجتين مع بعض، انه مهرجان في رياضه، احنا هنتكلم عن رياضه وترفيه. فهيبقى معانا ان شاء الله يوميها رايزنج ستار هتيجي تغني في البطوله دي. خليها بقى مفاجاه، مش هنقول بقى كل المفاجآت مره واحده كلها. فهيبقى ميكساج حلو في بطوله، ان انت عملتي الميكس ده بتاع ان رياضه وفي نفس الوقت مهرجان. طبعا. يعني الاثنين في واحد زي ما بنقول. طبعا. فدي هتبقى بطولة حلوة قوي ان شاء الله، واخر واحدة هننهي بيها ان شاء الله يوم 23/8. هي. دي هتبقى برضو بطولة للكرة الشاطئية، لبرضو بروفيشنالز والفاميليز. يعني على مدار المهرجان هيكون في اكتر من بطولة. اللي فاتته بطولة يقدر على اساس ايه؟ فكرة ان الناس لما بتسافر يا رشا عارفة ما بتبقاش محدده التايمنج بتاع سفرها. صح. ممكن الناس تسافر اول اسبوع، الاسبوع الثاني، الثالث. ففكره ان انتم مقدمين ده على مدار المهرجان، اللي ما حضرش الاسبوع الاول يقدر يكون متواجد في الاسبوع الثاني او الثالث، دي من الحاجات الجميله جدا. وبعدين اضيف حاجه بس، ان هي هتبقى يوم جمعه. هي. فحتى برضو اللي بيجوا ويك اند هيقدروا يشتركوا. طبعا. واللي ما عرفش هيعرف في ساعتها اون ذا سبوت، يعني في امكانيه ان الناس تيجي تحجز في ساعتها، مش لازم يكونوا عايز يحجزوا من بدري، which is طبعا اكيد احسن، بس اي مين انك ممكن وانت في الويك اند بتاعك تعرفي طب والله يلا. طبعا. ودي بتحصل كتير، دي بتحصل كتير اوريدي، حصلت امبارح. فيعني بتحصل كتير الناس تعرف الصبح ايه ده، طب يلا، لانها اسهل بالضبط. حاجه لعبه البيتش فولي. طبعا. طيب لو رحت معاكي لاكتر حاجه أثرت فينا بشكل كبير، أساعدتنا، شرفتنا، وفعلا بتخلينا بنعيش مع الإخوة الفلسطينيين الكبوة، ولكن حتى لو بمشاركة بسيطة قوي، وإنك تكوني حريصة دايما على إن هم يشاركوك اللحظات دي ولو فقط بالوجدان، ونكون حريصين إنه إدارة المهرجان تخصص 60% من عائد المهرجان. النسخة الثانية كانت من أفضل اللحظات واللقطات الرائعة جدا اللي بصراحة تم الإعلان عنها. شفتيها إزاي؟
والله انا انبسطت جدا جدا جدا، لان فعلا احنا كنا محتاجين نعمل حاجه. واحنا بنعمل المهرجان، لا احنا مش هنعمل المهرجان وبس، احنا لما بنعمل مهرجان، مهرجان يعني ايه؟ مهرجان يعني يضم كل الناس، ويبقى احنا موجودين في كل حته. فده تواجدنا، هو ده تواجدنا بالنسبه لضحايا حرب غزه، ان فعلا ان احنا من هذا المهرجان نخصص 60% من كل الايرادات عشان يروحوا لضحايا حرب غزه. وبشوف ان ده يشجع كل الناس انها فعلا تشارك في هذا المهرجان، تشارك بكل الطرق، يا اما تشاركي انك تدخلي بالشغل، يا اما تشاركي انك تتواجدي وتبقي موجوده وتعملي اي حاجه، لانك انت عارفه ان في الاخر في انت بتساعدي ناس صحيح بطريقه او باخرى. طبعا. فدي بصراحه حاجه هايله، وانا شايفه وبشجع كل الناس، ارجوكوا تعالوا وتواجدوا وانضموا لهذا المهرجان لهذا السبب. لسه نستكمل معاكي باقي حوارنا يا رشا، وهعرف منك ازاي الناس تعرف البروجرام او الاجنده الخاصه بالمهرجان، تعرفوا عليها ازاي، حجز التذاكر ايضا. ولكن هنتابع كل ده مع حضراتكم بعد الفاصل، انتظرونا في صباح اون تايم من مدينه العالمين الجديده. عودة لحضراتكم مشاهدينا مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، وبرنامج صباح اون تايم اللي موجود معاكم النهارده من داخل مدينه العالمين الجديده الممتعه الساحره الخلابه اللي فيها تفاصيل كتير قوي، بنحاول ان يعني احنا نقدم لكم جزء صغير جدا منها النهارده من خلال الحلقه. ومنورانا زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا الجزء الاول من الحوار، منورانا الاستاذه رشا توفيق رئيس مجلس اداره احدى الشركات المسؤوله عن تنظيم بعض الفعاليات في المهرجان. عودة لحضرتك استاذة رشا مرة تانية، ونتكلم معاكي عن الاجندة. ولما بقول للناس احنا بنحاول نقول لكم جزء صغير من الفعاليات ده فعليا، علشان كل يوم هنكون بنقول لهم الجديد في مهرجان العالمين. صح. الناس بقى تعرف التفاصيل دي ازاي وتطلع عليها ازاي؟ بسيطة جدا. هو الكالندر بتنزل كل اسبوع على الاكاونت بتاع نيو عالمين على الانستجرام والفيسبوك. كل اسبوع بينزل الكالندر بتاعت الاسبوع كله، كل الفعاليات بقى رياضيه ثقافيه فنيه كله بينزل، فيتابعوا عن طريق كده هيعرفوا كل حاجه بمنتهى السهوله. الحجوزات عن طريق تذكرتي، كل الحجوزات عن طريق تذكرتي. تذكرتي بينزل اللينك بتاع كل كونسرت بقى، بتاع كل رياضه، بتاع اي حاجه تبع المهرجان، بتنزل بلينك عن طريق تذكرتي، بيدخلوا على اللينك وبيعملوا الحجوزات. الموضوع يعني مسهلينه سهل جدا 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 بصراحه. عايزه اتكلم معاكي عن الاقبال. الحقيقه ان النسخه دي اداره المهرجان هدفها ان يكون في 2 مليون متواجدين ساعة المهرجان، والتنظيم والفعاليات اللي متحضرة الترفيهية والرياضية والفنية بتهدف ان يكون في 2 مليون واكتر من المواطنين. من وجهة نظرك شايفة اكتر فئة بتستهدفها ادارة المهرجان والجنسيات كمان؟ لان احنا شايفين انه الحقيقة ان الحجوزات في الفنادق خلاص بقت فولي بوك، المسألة دلوقتي صعب جدا. صح صح. زي ما انا قلت لك في الاول، هو المهرجان السنه دي انا شايفه من وجهه نظري انه ضم كل المجالات، فلما ضم كل المجالات خلى الاقبال اكتر، لان كل حد، كل فرد في العيله، كل فرد في البلد عارف انه لما يروح هيلاقي الحاجه اللي تناسبه. بالتالي المهرجان بقى مهرجان كبير ومهرجان بينافس عالميا. فالمهرجان عشان بينافس عالميا وصل للعالم طبعا، فبالتالي بقى فعلا الافواج اللي جايين كتير عشان المهرجان. طبعا الساحل والبحر والمدينه العالمين، ودينا شايفين المنظر، كل ده يخلي اي حد عايز يجي. لكن اللي ساعد اكتر ان انا
اجي واحجز وعايز اسافر من اخر الدنيا عشان انزل هنا في العالمين، المهرجان. صح. لان المهرجان يعني ماسك كل الجوانب، مغطي كل حاجه، مغطي كل حاجه. فطبعا كل الاجانب اللي هتيجي، كل الافواج اللي جايه، عارفين ان هم هيلاقوا اي حاجه هم عايزينها هيلاقوها، هتكون فعلا في فانا المهرجان. اتوقع ان احنا هنوصل ل 2 مليون واكتر ان شاء الله. عايزه اروح معاكي لجزئيه مهمه بتهم المصريين قوي، وبيستمتعوا بيها وبينبسطوا بيها وجايلهم لحد عندهم في المهرجان ده. مهرجان الطعام. ده حدوته لوحده. طبعا طبعا، هو احنا ما نقدرش نعيش من غير الطعام. خصوصا بقى لو بتجربي اكلات كل الدول. صح صح. لا يعني فعلا مهرجان الطعام دوت اهو، ده برضو حاجه يعني انا شايفه انها حاجه حلوه جدا، والناس كلها بتحب، وبرضو الاجانب بيحبوا على فكره، هو مش بس المصريين، والاجانب اللي برضو جايين من بره بالنسبه لهم يبقى في فود فيستيفال ويجربوا من اكلات مختلفه من هنا لهنا، فدي فكره هايله وفكره هتروج كتير وهيحصل عليها رواج، وفعلا هيبقى في ناس اكتر وهيقبلوا على هذا المهرجان بالذات. يعني الفيدباك الخاص باول حفلتين بالفعل انتهوا، حفله النجم والفنان مدحت صالح، وطبعا كانت حفله لايف مع الاعلاميه القديره الاستاذه منى الشاذلي، وحفله الكينج محمد منير. الصدى بتوع اول حفلتين شفنا امبارح كمان المتابعه والفيديوز، وقلنا لكل المتابعين اللي بيحبوا يتابعوا كل فعاليات المهرجان اول باول طبعا يقدروا يتابعوا ده من خلال قناه يو لايف اللي اطلقتها شركه المتحده للخدمات الاعلاميه. بالزبط. تعليقك ايه وشفتي صدى الحفلتين دول ازاي؟ انا شفت يعني فرحه على وشوش الناس، هي فرحه مش انبساط، يعني ما اعرفش في فرق كده، الواحد ممكن يبقى مبسوط بس لا، في فرحه، في بهجه، في بوزيتيف انرجي في المكان، ما اقدرش اقول غير كده. وانا عايزه انهي بجد ان في كم من البوزيتيفيتي والايجابيه حوالينا مخليه كل حاجه بتطلع حلوه، وبالتالي مخليه الناس مبسوطين، سعداء، فرحانين، في بهجه في وشهم. فزي ما شفنا امبارح واول امبارح، الناس سعيده وفرحانه ومبسوطه، وهم بصراحه وكانت منظمه جدا وكل حاجه مظبوطه، يعني كل حاجه على المسطره، على المسطره زي ما بنقول. الحقيقه انه اطلاق المهرجان في نسخته الاولى زي ما حضرتك كنت بتقولي في بدايه الكلام، انه اداره المهرجان والمسؤولين والقائمين على المهرجان قرروا اطلاق المهرجان، وبعد كده في النسخه الثانيه يكون في تطور، وانه يكون في زياده، وانه يكون في اضافه للفقرات وللحفلات اللي مش موجوده. شفنا السنه اللي فاتت فكره رائعه وهي مهرجان الدراما. مهرجان الدراما كان متواجد في مهرجان العالمين، وتيجت من الافكار الرائعه جدا. هل ممكن خلال النسخ القادمه نشوف افكار فعلا بتزود كمان الجانب الفني وبتجذب الانظار علشان يكون في كمان اقبال اكتر من الجانب الفني والقوى الناعمه للمهرجان؟ والله انا شايفه اصلا من دلوقتي ان احنا كل يوم بنكتشف حاجات جديده، وفعلا بينزلوا حاجات جديده ما كناش في الاول عارفينها. لكن اقدر اقول لك مثلا ان هيبقى في عدد من المسرحيات لا باس بيها وحلوه جدا، ما اقدرش اقول عليها حاجه دلوقتي، لكن الناس هتتفاجئ بيها، هتشوف حاجات حلوه جدا. زائد ان المهرجان بتاع نبته برضو هيبقى فيه جزء دراما للاطفال. فده برضو جزء حلو، احنا طبعا شايفين ما شاء الله الاطفال اليومين دول يعني سابقين سنهم. صحيح. يعني ادينا شايفين، عايزين يعني بس اللي يكتشفهم، عايزين ده، هم مكتشفين خلاص. فهو فعلا هيبقى في السنه دي المسرحيات هتدخل في المهرجان وهتبقى حلوه جدا، ومع الاطفال والدراما بتاعه الاطفال هنشوف حاجات جديده، هنشوف حاجات اكتر واكتر ان شاء الله. استاذه رشا نورتينا، شكرا جزيلا لوجودك معانا. هنسيبك تسعدي وتفرحي بالنجاح الباهر، وحلو قوي لما المسؤولين بيكونوا تعبوا ويبتدوا ان هم يجنوا ثمار النجاح ده على مدار فتره المهرجان. دي حقيقه. انا عايزه اقول حاجه بس اخيره على بناء على كلامك ده، فعلا انا واحده جايه من الجونه على فكره، انا عايشه في الجونه وشغلي في الجونه، لكن لما جات لي الفرصه ما ترددتش ثانيه ان اجي من الجونه لغايه العالمين عشان ابقى موجوده هنا واقدم الشغل، وكلنا نبقى في ايد واحده ونطلع احلى حاجه.
طبعا، وهو ده المعتادين عليه من كل المصريين والمسؤولين والمتخصصين في جوانب كتير جدا، فاهمين فيها، دارسين فيها، عارفين بيمسكوا انهي ملفات اللي في الاول وفي الاخر علشان ننجح مهرجان يليق باسم بلدنا بالزبط. الحبيبه مصر، مهرجان العالمين الجديده. بالزبط. شكرا جزيلا ميرسي لوجودك معنا ميرسي استاذ ليكي، رشدي. ميرسي جدا ليكي، شكرا. مشاهدينا، وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقتنا من صباح اون تايم، كنا متواجدين معاكم من مدينه العالمين الجديده، مدينه السحر والجمال، من اول ايام مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية. هنتابع معاكم وهنعيش فعاليات المهرجان خلال الأيام القادمة بكل تفاصيلها. كنت سعيدة جدا بوجودي معاكم النهاردة، فرح علي من داخل مدينة العالمين الجديدة في برنامج صباح أون تايم. يتجدد لقائنا دائما عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس، ويومكم خير وسعادة وفرح.